السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نعمل اليوم صحن من صحون المقبلات، ممكن تعتبروها سلطة أو بابا غنوج، ولكن بالطريقة ديالنا حنايا اللي كتعجبنا بزاف وكتجينا لذيذة بزاف. بالنسبة لينا حنا كنستعملوا جوج ديال، طبعا هنا المقادير على حسب الكمية اللي باغيين تعملوها على حسب عدد الأفراد. حنايا بالنسبة لينا هادو كيجيو بزاف بالنسبة لجوج الناس، جوج ديال البوتنجالات أو باذنجان، جوج ديال المطيشات او بندوره، الفليفله عندنا هنايا الالوان كلها تقدروا تعملوا لون واحد او جوج الالوان حسب الرغبه. غنحطوها دابا في الفرن. فهي هاد السلطه او هاد الصحن هذا كيجي هو صحن صحي وسريع وباقل تكلفه وكيجي لذيذ بزاف. بقاو معنا حتى يتشوى ونرجعوا نكملوا الصحن ديالنا كيف غنجهزوه. دابا كيف ما شفتي وهي تشوات وخرجناها من الفران، هي باقيه بالبخار ديالها كيطلع منها. شوفوا هاد الورق ديال الزبده اللي كنعملو هنايا كيفاش كيتوسخ، ولكن كيف ما شفتي صحيح هو الورق توسخ ولكن الصينيه بقات نظيفه. فعلى داكشي يستحسن انكم تعملوا هذا الورق هذا بدل الالومنيوم، لان الالومنيوم ماشي صحي. ودابا باش تقشرنا دغيا بسهوله غادي نعملوا هذا البلاستيك عليها. هايدا بالطريقه هذه نحاولوا ما امكن انه ما يلتصقش بها مباشره، يعني يبقى من فوق بهذه الطريقه هذه. سمسو نخليها واحد 10 ديال الدقائق حتى يسهل عليا التقشير ديالها. كيف ما كتشوفوا دابا خرجنا الخضره ديالنا من الفران وقشرناها بسهوله. طبعا كتقشر ملي كتعمل هذيك الغطاء ديال البلاستيك، حاولوا ما امكن غير البلاستيك ما يجيش مباشره فوق الخضره لان كيتفاعل وكيولي ماشي صحي. دابا كنقطعوا هذا السميتو يعني كيف كتشوفوا صغير البوتنجال او الباذنجان. ايه حطوه عندك في الجاط او في ال الفليفلة كمان نفس الشيء نفس الشيء الفليفلة وكل شيء بهذه الطريقة. وطبعا نقيناهم الفليفله من ديك الزريعه اللي فيها ومن البزر البزر اللي فيه اللي فيها باش ليش يكون فيها بزر، فبننظفها من البزر ومن القشر ومن كل شيء. هيك سهلة ف بهالطريقه نمشي مع مع الباذنجان اللي فاضله ومع الفليفله والبندوره كمان. الان بعد ما كملنا بالتقطيع ديال الخضره المشويه البوتنجال او الباذنجان المشوي والفليفله المشويه والبندوره، دابا غادي نستعدوا غادي جا وقت التجهيز المرحله الاخيره اللي هي مرحله التقديم. غادي نزيدوا شويه ديال الملحه ملح حسب الذوق طبعا عينك مزيانك. دبس الرمان اللي ما عادوش دبس الرمان فيه يستعمل الحامض الليمون يعني شي معلقتين تقريبا شي جوج المعالق ديال دبس الرمان، زيت بلدي زيت زيتون. طبعا في ناس بتحطو على الوش، كاين ناس اللي كتحطو على الوش، كاين ناس اللي كتحطو في هاي. احنا دابا كنقول لكم الطريقه ديالنا اللي كنستعملوها حنايا في الدار دائما لما كنعملو هاد السميته. طبعا بنحط بقلبها وبنحط على الوش زيت الزيتون لانه شو اسمه هذه تعد من المقبلات وكتكون غالبا جنب المشاوي، تقدم جنب المشاوي وعلى السفره في رمضان يعني كتكون حاضره في الغالب جنب الفتوش والشوربه والى اخره. هلا هيك صارت جاهزه تقريبا لانه يعني هاي حلاوتها بسهولتها يعني سهله سهله جدا جدا جدا. طبعا هناك اللي كيستعملها اللي
كي يجهزها بطريقه مختلفه. كاينه ناس اللي كتعمل الثوم وكتعمل بهارات يعني بقدونس العطريه وهذه، فكل واحد طبعا حسب طريقته، حسب هو كيف شنو المواد اللي كتعجبه. بالنسبه لنا حنايا كتعجبنا الخضره او هذه كتعجبنا تكون بالطعمه الحقيقيه ديالها، كل ما كانت بالطعمه الحقيقيه ديالها كل ما كانت اطيب وألذ بالنسبه لنا حنايا. طبعا هذا يعني امر شخصي، وكنتمنى انكم تجربوها وتشوفوا الفرق بينها وبين الطريقه اللي كنستعملوا في المغرب العربي او لا في سوريا اللي كيستعملوا فيها البهارات او الاشياء الثانيه. هذا هذا عمل فيها صحن هيك. التقديم، طبعا كتشوفوا هنايا شويش ديال الرمان، شويش ديال الجوز اللي مقطع صغير، يعني القرقع احنا كنقولوا بالمغربية، هما كيقولوا الجوز. هذا التزيين طبعا. للتزيين طبيعة الحال. الجوز القرقع ولا الجوز طبعا الاجتهادات هي طبعا كيعطي الواحد. واحد المذاق رهيب لهذا السلطة هذه. كيف ما كتشوفوا كل شيء صحي، ويعني جهزناه كذلك بطريقة صحية ما فيها حتى شي حاجة اللي ممكن تضر الصحة، صحيح؟ صح، احنا هلا طبعا طريقة التزيين تختلف من واحد لواحد. طبعا هاي مسألة شخصية، كل واحد حسب. هلا الرمان كمان ممكن انه كذلك اللي بغى الرمان كيعملوا، اللي ما بغاش ما يعملوش، طبعا يعني هو أشياء اختيارية. هذا هو هلا فينا نحط رشة زيت طبعا، زي زيتون. هاي لازم يعني هاي. السوريين والفلسطينيين، ولا يعني عندهم هذا الزيتون فوق، هذا زيت الزيتون فوق الصحون، خصوصا اللي عندكم في المقبلات، الحمص المقبلات والطحينة، كلهم عليهم المتبل، بالزيتون، الباذنجان، ضروري الفول. تشوف. طبعا لازم الفول، كل هاي المقبلات، زيت الزيتون في على الوجه ديال هاي. الصحن. طبعا في ناس تحط هلا بقدونس، في ناس تحط شغلات تانية. كنتمنى ان هذا الصحن هذا او الطبق يكون عجبكم وتجربوه، وتقولوا لي واش عجبكم ولا ما عجبكمش، شنو الاراء ديالكم، شنو الاقتراحات ديالكم، الى عندكم شي ملاحظات. كنتمنى ان يكون واحد نوع من التفاعل باش حتى انا استفد منكم. وهن كيف بيسووه كمان كاينه نستفيد طرق احنا. مختلفه كتير 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 بالنسبه لهذا الطبق هذا، كاينه ألف طريقه وطريقه. فكنتمنى ان يعجبكم وتجربوه وتفيدوني حتى انتوما بشي اللي عندكم. والى الملتقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.